والحفاظ على كوكب الأرض. للمرة الأولى في تاريخ قمم العشرين يلعب خبراء التقنية والأمن السبراني الدور الأبرز والجوهري في تمكين التقاء القادة وجها لوجه. قمة الرياض شكلت تحديا أمنيا سبرانيا غير مسبوق في تاريخ قمم العشرين. نتعرض إلى هجمات سبرانية على مستوى عالمي في غالب أوقات السنة، ويوجد لدينا تقنيات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأيضا مع سيرفيس بروفايدرز مقدمي أو مزودي الخدمة في المملكة العربية السعودية للتصدي لهذا النوع من الهجمات. أكثر من 72 سعودياً مختصاً بأمن المعلومات يراقبون منذ مارس الماضي ويشرفون على عمليات الرصد والتصدي للهجمات السبرانية. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الذراع التقني والممكن لعقد القمة افتراضياً أشرفت على أكثر من 750 اجتماعاً افتراضياً منذ بدء الجائحة، بالإضافة للتصدي للعشرات بل المئات من الهجمات السبرانية. فريق العمل الذي يعمل على تأمين البنى التحتية فريق سعودي بالكامل 100%، ولله الحمد، شابات وشباب سعوديين ممكنين ومؤهلين تأهيل عالي جدا للتعامل مع مثل هذه الظروف. أولا، المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تعرضت للهجمات السبرانية. في 20 أكتوبر تصدت الهجمة سبرانية بشكل ناجح. طبعا البنية التحتية عندنا بخصوص الأمن السبراني متطورة، وجود فنيين تقنيين يعني مستوى عالي، مستعدين لأي هجمة خارجية، مستعدين يقفوا لها بالمرصاد ويصدوا لها بشكل ناجح. أحد أهم التحديات التي يواجهها المركز هي التعامل مع أكثر من 40 فريقا تقنيا عالمي يتحدثون بمختلف اللغات ويتبعون نطاقات زمنية مختلفة وبخبرات مهنية متفاوتة. عوض الفياض، NBC الرياض.